السلام عليكم. شوف الساعه كم يا عبد الرحمن؟ الحمد لله بخير، اللهم لك الحمد. لو سمحت يا شيخ، انا شغال في التجاره، فليا فلوس بره عن بره عن ها؟ ايه الفلوس ديت تخش في نصاب الزكاه ولا لا؟ ايه ليا فلوس بره عند الناس، تمام؟ ايه الفلوس ديت تخش في نصاب الزكاه ولا ما تخشش؟ اذا كانت ديون حيه يعني يرجى سدادها، دخلت في الفلوس اللي هنزكي عليه. ديون ميته لا. النصاب بيتحسب الفلوس السيده بس ولا من ضمنها البضاعه؟ والبضاعة أيضا، البضاعة التي تباع وتشترى بالسعر الأدنى. تمام يا شيخ، شكرا يا شيخ، الله يبارك فيكم.